كان في مفاجأة غير سارة في مرحلة سابقة وأزمة مرضية كبيرة أنت تخططيها واللي يشوف ابتسامتك يتخيل أنه مفيش حاجة حصل خالص خالص. هو أنا حصل لي فعلا المرض ده وكان مرض نادر جدا. أقول لك كل حاجة دلوقتي. أيوة. هو كان كانسر ونوع نادر كمان جدا. نادر جدا اللي هو التهابي، الورم الالتهابي اللي هو ما بيبانش، يعني أعمل أشعة أنا شايفة فيه تغييرات بس أنا أعمل أشعة ما يبانش، ما فيش ورم. فدي كانت المشكلة بتاعته، يعني لازم يسحبوا عينة عشان يتعب. يعني انتي تعبانة ومش عارفة عندك ايه؟ انا تعبانة ومش عارفة عندي ايه، وكانت بقى تخبط شوية في الـ في الـ في الحاجات، يعني اعملي كمادات، طب معرفش خدي مرهم ايه، طب خدي انتيبيوتيك وان شاء الله الالتهاب ده هيروح، وحاجات كده لغاية اما عملت رنين وتعرف هو ايه. وتعرف هو ايه، وانا طبعا زي اي حد انا يعني انا ده انا واخده الحياه ببساطه جدا وبضحك وبهزر وعندي امل وبشتغل وكده، وانا يعني عمري ما تخيلت ان ده يحصل لي دلوقتي خالص، ومش عامله ترتيبي انه هقفل الصفحه واتكل على الله، يعني مش وقته، انا عارفه اني هتكل على الله بس مش دلوقتي. فالمهم طب يعني اوكي اعمل ايه طيب؟ فكان لازم بقى بدأوا بقى يقولوا لي طب هل انت ممكن تاخدي شيفت، بلاش شيفتين، طب ايه رايك نجيب معاكي حد في الشيفت بتاع بيحاولوا يخففوا عني الشغل. قلت لهم لا ما ينفعش خالص، انا هاجي في شغلي وهاجي في شيفتاتي وكأن ما فيش اي حاجه حصلت خالص، وهاخد علاجي. وما اعرفش ازاي والله يا منى ربنا يعني قواني وخليت ان انا ايه احط ده في الخلفيه، يعني انا هتعالج وربنا هيقويني وهتكل على الله فعلا في المرض ده، هواجهه بكل صبر وبكل ايمان وهتخطاه باني اعمل ايه بقى. يعني انا بقى بالحلقه في الدنيا غنوه، يعني بقيت اعمل بالخمس حلقات وابعتهم. انا يعني انا هركز في حاجه تانية، انا هشتغل بسرعه، هشتت تفكيري عن النقطه دي، انا هفكر في اي حاجه تانية، هفكر ان انا مثلا اعمل شكل جديد ليا، هغير ستايل لبسي، انا هغير حياتي الاجتماعيه. يعني اخدتي قرارات جامده جدا. انا هغير حاجات كتير، هغير تعاملاتي، هغير نظرتي للحياه بشكل عام، هركز في شغلي وهستعين بالله. يعني مش مجرد أزمة مرضية، ده في إعادة صياغة الحياة كلها، يعني وقفة معينة خلت الواحد يعيد ترتيب حياته. وأنا دلوقتي مش زعلانة من الاختبار ده، بالعكس ده كان من أجمل الحاجات اللي حصلت لي إنه ربنا اختبرني الاختبار ده. لأنه يعني في وقت معين بتبقي أولا بتثبتي لنفسك قد إيه أنت قوية ومؤمنة بالله في وقت معين، وإن أنت قادرة إن أنت فعلا تتخطي الأفكار السلبية. أهم حاجة وأهم نصيحة عايزة أقولها النهاردة وإحنا بنعمل برنامج الحلو ده، إنه أي حد بيفكر في الحاجات السلبية اللي موجودة عنده وفي إن الكوباية دي لا دي تلتينها مشروبين، لا فكري في إنها فيها مية وفي بكرة، وربنا اداني النهاردة هدية، النهاردة ده أنا هعيشه 10 مرات. بمعنى أنا كنت الكلام الحلو ده بالضبط، ممكن أعيش يوم سعيدة جدا أحسن ما أعيش 10 سنين مش مبسوطة. فاللي حصل إيه، مثلا كنت أخد جرعة جامدة كيماوي كيمو ثيرابي طبعا جامدة جدا، وأطلب أختي، ده أنا لسه مروحة يعني، ما هتيجي نروح المول شوية نتمشى، تقول لي هل أنت قادرة، تقول لي أقول لها يلا انا هعدي عليكي بعربيتي، انا هعدي بعربيتي وانزلي. ده كده انك اكيد تعبانه بس انت بتقاومي. انا عايزه اروح اتفرج وانزل وكده، انا عايزه اتبسط، انا ربنا اداني اليوم ده هديه لازم اعمل فيه كل حاجه، واصلي الفجر واقعد واقرا قران واعمل مش عارف ايه واعمل برنامج وابعت وافكر فكره جديده واكلم صحابي يطمنوا عليا، اقول لهم ايه انتوا عاملين ايه واخباركم ايه وبتاع، وانت اللي عامل ايه ومش عارف ايه وبتاع وكده يعني، ويلا نعمل حلقه كمان. وانا عملت الحلقه دي ولا ما عملتهاش؟ لا انا هاخد شيفتاتي زي ما انا. طبعا لازم. كل زمايلي عارفين ده، وما زلت باخد، يعني انا لو كبير المذيعين بياخد شيفت انا باخد 2،
لا انا عايزه اربعه. اي حد يغيب يا جماعه هاتوني، ما عنديش مشكله. بخرج من المود اللي هو من الطاقه السلبيه للطاقه الايجابيه. حبسه الناس لان هم ما يعرفوش حاجه، هم عايزين يسمعوا مذيعه كلها تفاؤل وامل، وهم عايزين يتبسطوا اصلا يعني، فبتبسط معاهم. الحمد لله ربنا عافاكي وعديتي المرحله. مش قلنا هنمثل بقى؟ ده انا نسيت روح التمثيل يا جماعه، احنا امام الفن الموهبه الصاعده. هلا رستم، بعد عبور المرحله دي ايه اتغير في حياتك بقى؟ اتغير في حياتي انه ان انا عرفت ان ربنا بيديكي اللي انت متوقعه، اللي انت متوقعه. انا جايه متوقعه ان لقائي بمنى الشاذلي حلو، هيبقى حلو. ستيت اوف مايند، حاله ذهنيه، الجاذبيه، قانون الجاذبيه، انت بتجذبي ليكي الحاجه الحلوه، تاكدي هتاخديها.